نيت بلد هنا شنو عندك هنا هذا سميه هنا هذا النافي تلف فيرسي لاك اللهم غير هذه دايره 33 درهم كاينه فيها هي شي 25 درهم ولكن هذه راه كاليتي فيرسي لاك اللهم غير كنشوف شنو الكاليتي ديالها وبالنسبه لنا هذا الفلاي الفلاي اللهم غير خويا كتسول على الفلاي اللهم غير في الديتاي الله يسلم اللهم ايه بالنسبه لنا هذيك الجبانه سبور ديال الجبانه سبور هذه ياك الثمن ديالها الكيلو هي شحال؟ الثمن ديالها 13 درهم 13 درهم الكيلو وبالنسبه لنا هذه الزريعه المقشره الله 35 درهم الكيلو 35 درهم الكيلو كما كتشاهدوا معنا كل شيء موجود اللي ما صورناه راه كاين الله يسر لك الامور بالنسبه للكروكيت الكروكيت هنا اللي مشاش هذا ياك انت كاين هذا كاين هذا كاين هذا شحال ديال الكيلو هذو؟ هذا 35 درهم الكيلو 35 درهم الكيلو وهذا حتى هو ياك 35 درهم الكيلو اللهم غير كاين هذا ديال الجنكل هذا ياك كاين هذا 25 درهم 25 درهم اللهم هادي دي فينيس واخا شتا هادي فينيس دي فينيس اللهم غير كيما كتسمع الاخوان شكون هاديك؟ ارتيفاكت هادي 20 درهم عادي ارتيفاكت هادي اللهم غير كروكيت هذا ديال مشاش سميتو ارتيفاكت ارتيفاكت شحال الكيلو هادي؟ هادي 20 درهم 20 درهم الاخوان كيما كتسمع اللهم غير هي بالنسبة لك كيما قال احمد تاتي مالح شاردو ماري هادي شاردو ماري شحال هادي؟ هادي دايرها 60 درهم الكيلو 60 درهم الكيلو بالنسبة للشيا الشيا كاين اللهم غير شحال الثمن ديال كل شيء الحبوب كاينين تقريبا هذه 60 درهم حتى هي 80 درهم واش بعناها ولا 60 درهم موجوده الكيلو اللي خلي خصو الشيء اللهم بارك الزريعه ديال الشوك حتى هي هي انا من احنا اللهم بارك يلا برا انا كاين شركه ديال اللهم بارك انا ما كنحش الشركه ديال ناتوريال الثمن ديالها شحال 13 13 درهم عليك اللهم بارك بالنسبه للريفليكس هذا الريفليكس هذا اللهم بارك شحال هو الكيلو هذا 35 درهم الكيلو 35 درهم اللهم بارك 40 درهم ان شاء الله ان شاء الله الله يسر الامور انتم الاخوان احنا الان غادي نصوروا لكم الحبوب ونثبت لكم الاثمنه ديال الحبوب اللي موجوده لنا احنا اللهم بارك بالنسبه لنا سي احمد النيجير هذا 40 درهم الكيلو اللهم بارك وبالنسبه لهذا شنو هذه؟ هذه نقيه هذه 7 درهم الكيلو البلديه هذه الروميه ديال الروميه 7 درهم الكيلو ياك اللهم بارك وبالنسبه لنا بان لي الزوين الطويل هذا شحال وصل؟ ديال البلاد حتى هو 20 ديال البلاد راه ما كاينش فقود الاخوان اللهم بارك بالنسبه لهذا الميلونج هنا مخلط هذا 8 درهم 8 درهم الكيلو اللي خوتي كما كتشوفوا انتم هذا الشق ديال الحمام الناس ديال المطار بالنسبه للقمح راه هو 8 درهم انا القمح شحال داير 8 درهم 8 درهم يا اخوان اللهم بارك هنا كاين الاخوان العدس حتى هو شحال الثمن ديالو 8 درهم اللهم بارك وهنا بان لي الخرطال شحال وصل الكيلو الخرطال وصل 20 درهم كنا بعناه ب 16 درهم 20 درهم الكيلو اللهم بالنسبه لهذا الميلونج هذا شنو فيه؟ هذا كنا بعناه ب 10 درهم حتى وصل 13 درهم 13 درهم الكيلو الاخوان الميلونج هذا انتم الاخوان منتوج السميه ديالو اللهم ما تهضر اللهم المهم بينها من اللوغو ديال الخنشة اللهم بارك انتم ما تهضروا كما قلت الاخوان بالنسبه للثمن الكيلو قلت شحال؟ 16 درهم 16 درهم الخيا وكتبرى الاخوان باين اللهم بارك ساعه الخيا كما كتشوفوا وبالنسبة لنا الزوال المكركب هذا ياك الزوال المكركب هذا كدير 13 درهم 13 درهم الكيلو الاخوان اللهم بارك وبالنسبة لنا هذا هذا الكوانو ديال القنية الكوانو ديال القنية ديماراج ديال القنية هذا ديماراج ديال القنية شحال وصل؟ هذا كدير 8 درهم 8 درهم اللهم بارك الترابة هذه ديال المشاش هذه كنقولها عبار العبار ديال اللي بغات السقيط ديال التراب شحال الكيلو؟ 10 درهم الكيلو 10 درهم اللهم بارك وبالنسبة لنا هذا رويزي 6 درهم سميتو؟ رويزي 6 درهم الكيلو الاخوان اللهم بارك بالنسبة لنا هذاك البادي الرز القشرة شحال وصل الكيلو 8 درهم اللهم بارك وهنا الفارينة شحال 6 درهم الكيلو اللهم بارك عليكم كما شفتوا وبالنسبة لهذ البشنة هذه هذه البشنة هذه ديالت ميريكان 6 درهم الكيلو الاخوان اللهم بارك وهاد الذرة البيضاء هذه ياك الذرة البيضاء 8 درهم 8 درهم اللهم بارك كما كتسمعوا بالنسبة لنا هذه الكرسانة 8 درهم الكيلو الاخوان اللهم بارك وهاد بوزغيبة 8 درهم وصل اخوان الكيلو اللهم بارك وهنا هاد الجلبانة 8 درهم انتم الاخوان كما كتسمعوا الثمن ديالها 8 درهم الكيلو اللهم بارك ما انا بالنسبة للزريعة سي احمد شحال وصل الكيلو الزريعة 13 درهم الاخوان كما كتسمعوا اللهم بارك وبالنسبة لهنا الجريت ديال الحمام هذا ياك 12 درهم الكيلو اللهم بارك انتم الاخوان كما كتشوفوا وبالنسبة لهنا الباطي ديال الكينغ الباطي الكينغ شحال 60 درهم الكيلو 60 درهم الكيلو 51 درهم وهنا الزريعة منقية هذه ياك هذيك كارضي هذا كارضي هذا اللهم بارك شحال وصل هو الكيلو هذا كدير 20 درهم حتى هو تزاد فيه 20 درهم الكيلو على بركة الله وبالنسبة لهنا السي احمد هذا هذا هنا
هذاك ديال الحماميه الكتروليك هو ديالاش الاملاح هانتوما الاخوان كما شفتوا قول لنا الاثمنه ديال اللي قلت لنا المعلومه ديال قول لنا 10 درهم الساشي هذا الكتروليك بالنسبه لهاد البارتي هذه هنا ديال الكلاب كتفتح فيها واحد كتفتح فيها كروكيت وكتضرب معاك كتفتح كروكيت بوحدها شي كيطيح منها وكيبدا ياكل بحال داك الدريسي اللهم بارك هانتوما كما كنشوفوا الاخوان وهذا بالنسبه لهاد فيتامور هذاك لو فير دو بيير اللهم بارك فين هو؟ هذا كارنيستي ديالاش هذا؟ هذا اللي ديجيزو راس هذا ديال الاكواريوم بحال الثمن ديالو هادو؟ هادو ديال 10 دراهم 10 دراهم الاخوان هادو راه كيركبوا مع الاكسجين ياك؟ اه ديال الاكسجين اللهم بارك بالنسبه لهاد الشركات هادو؟ كاين 3 دراهم صغيرة 3 دراهم صغيرة و 5 دراهم كبيرة اللهم بارك هادو العوام اللي ديالو شنو هادوك اللي بينوار ديال البلاستيك؟ هذا 4 دراهم 4 دراهم الاخوان اللهم بارك كبيرة 5 دراهم كما كتسمعوا الاخوان انتم كما كتلاحظوا معنا هنا كاين هاد العوامات هادو هنا ديال تركيا بحال دايرين الثمن ديالو 5 درهم التهوما 5 درهم اللهم بارك الاخوان الكورة ديال الحمام هادو ياك شحال الثمن ديالو؟ هادو دايرين 7 درهم 7 درهم اللهم بارك هادو ديال صحاب الفطاطي هادو ياك اللهم بارك نخير هادي شحال الثمن ديالها؟ 8 درهم 8 درهم اللهم بارك كما كتشوفوا الاخوان بالنسبة لهاد السنين اللي غادو المجورة ديال السناك ديال صحاب الكيروت و لي زانس ياك شحال الثمن ديال هادو؟ هادو دايرين كنا درنا لهم 20 درهم دابا درنا لهم 15 درهم 15 درهم كما كتسمعوا الاخوان هانتوما اللي خصو هادو ديال المجورة ديال السناك ديال لي زانس ولا الكيروشات هما 15 درهم 15 درهم يقول لي 15 يديها 15 درهم الله يسكر الله يجازيك بخير كما كتسمعوا قول لي راه مطرف مصطفى راه يقضي مع غرض الحمد لله كاع الناس المحلات راه كيقضيو اغراض معنا تحياتي لك اما هادو بالنسبه لهاد الديكورات ديال المشاش هادو شحال وصل الثمن ديالو بالنسبه للعشاق العشاق ديال القيضات عندهم اللي خصها شي حاجه ديال المشاش فين يلعب 200 درهم ياك الاخوان وبالنسبه لهادو بالنسبه لهادو 80 درهم هادو 80 درهم الاخوان كما كتسمعوا الثمن ديالهم احمد اللهم بارك بان لي عندك هنا شي بيسات ديال ليمون اللهم بارك خلطي اللهم بارك بان لي فيهم الفايو الفاطر الفايو اي بان لي شي بيسات زوينه ليمونو بالنسبه للثمن ديال لوك الفايو شحال دايرين؟ 40 درهم كلشي 40 درهم ياك 40 درهم اللهم بارك انتم الاخوان كما كتسمعوا بالنسبه لهاد البياسه ديال البيروشات هاد الفينا هادو البورتور ديال الريمبو هادو ياك هو ديال سبان قلت تما اللهم بارك انتم الاخوان كما كتسمعوا شحال الثمن قلتي؟ هادو 80 درهم 80 درهم اللهم بارك شوف السلعه نقيه راه كتبقى شاسمة الناس راه كتقلب على الملح ما كتقلبش على شي حاجه اللي فيها المرضى ولا كما قلت سابقا في الفيديو اللي درت دوك بالغازال اللي قلنا راه كاين في السوق كيجيبوا السلعه الملح بغا شي حاجه ديال الملح كما قلت لكم انا راه كنصور على الناس اللي كندير فيهم الثقه وانهم موثوقين في البيع بالنسبه لهاد البياسات ديال كالوبسيت لوتينو شحال دايرين 280 درهم الاخوان كما كتلاحظوا اللهم بارك انتم البياسات كي دايرين هادو لوتينو 280 درهم ياك عرفتي احمد اللهم بارك شحال في عمرهم هادو تقريبا تقريبا وليدات اللهم بارك داكشي اللي كاين حنا راه شوف المصداقيه هي اللي كاينه حنا كنخدمو بالمصداقيه مع اي واحد ما شاء الله اللهم بارك بالنسبه لهاد البيروشات عندك هنا عشاق البرج اللهم بارك كيف كيفاش انا غرونطي وكيسات ملاح اللهم بارك وكبار واجدين الثمن ديالهم اسي احمد 40 درهم 40 درهم انتم كما كتسمعوا الاخوان الثمن في المتناول وعيشه دروي خصك الحاجه اللهم بارك بالنسبه لهاد البياسه هنا ديال كالوكسي هذيك اخويا ظفر كتشد ليا الحجاج ديال الفوق كتقول لي كدير الصوره ديال الفوق ياك ولا تعزل اللهم بارك وبالنسبه لهاد البياسات هادو هنا عاديين 40 درهم الوليدات 35 والكبار 40 درهم اللهم بارك علينا واحد جوج بياسات ديال العنيفرة اللهم بارك لعشاق الحمام اللي خصو شي كوبلي هادي ياك الوليدات هادو اللهم بارك العنبر ترو بياس هادو ياك اللهم بارك بالنسبة للثمن الثمن 70 درهم 70 درهم جوج جوج هما انتم الاخوان كما كتسمعوا الثمن 70 درهم جوج الله يسر الامر كنشكرك اودي السي احمد على الاستقبال ديالك وعلى بارك الله فيك وبالنسبه لهاد البياسات هنا ديال الفيشير هنا بان لي فاسروز هادوك ياك البياسات ديال الفيشير وديك
والفاصرو الفاصرو بالنسبه لهذوك اللي كيبان لي هذوك ماشي هذوك البغال انتما الاخوان باش انتما الاخوان باش تكونوا في راسكم راه انتما كما صورت لكم دابا كما قلت لكم راه المصداقيه هي باش كنخدموا كاين هذيك الزوجه قنتانيه هذوك مساته هذوك ما خدش هذوك كنقول لهم الهاجين هذوك البغال هذوك ما كيفرخوا ما والو اللهم بارك باش تكون حساب الديكور الديكور داكشي اللي كاين بلاك تصرحوا من الاول باش تخلي وجهك مع الناس نقي الله يرحمهم هذوك في الشارع باينين الحمد لله راه كما شفتهم انا عرفتهم واش بغا باش الاخوان يكونوا عندهم فيه كاين اللي ما عرفش هذه القضيه هذه باش ما يمشيش للسوق ويتقلب راه كما كنهضر في هذه القضيه ديال شي واحد راه كيبيعوا ما عندهمش المصداقيه في البيع والشراء الا كيجي بنان كيهويك انا بيتو كاع ما يولد ايوا المهم انت بنان قعدتيني زوق بهم وصافي المهم انت بنان كتشوف البيع والشراء الخلطه وراه كتباع الحمد لله البيع والشراء فيه الصفا بنان كتصفي معاه كتبقى كتكسب الثقه ديال الكليان ديالك مالا داكشي ديال الكذوب راه كما قلت لك راه كاينين في السوق هذوك البلغازه وراه حنا المهم كنحاولوا نحاربوا ديك الظاهره الله يهدي امين قال لي جا كنرحبوا به اي واحد جا هنا مرحبا الناس اكادير الناس على براد اكادير الناس طازا اللي جا هنا في الصحراء اللي جا مرحبا الله يسخر ما عنده غير يتقدم داكشي اللي كان اللي خصو شي حاجه راه غادي يجي عند السي احمد يتواصل معاه الحمد لله راه التعامل كاين في المحل حسن الاستقبال كنشكرك السي احمد على هذا الضيافه ديالنا الوقت اللي عطيتينا باش نصوروا عندك هنا تحياتي لك كنشكرك تحيه الاخوان ديال اكادير كاملين كنضرب لهم التحيه الاخوان ديال كرهتهم الله يحييك كنشكرك السي احمد مرحبا الله يعاون الله يحفظك الله يحفظك